ولليوم الثالث على التوالي تواصل القوات الأمريكية والبريطانية والأفغانية هجومها الموسع على معاقل حركة طالبان في ولاية هيلمند الأفغانية. كان مسؤول عسكري أفغاني قد أعلن تطهير عددا من القرى من عناصر حركة طالبان خلال اليوم الثاني من هذه العملية العسكرية، بالإضافة إلى مقتل 4 من مسلح الحركة منذ بدء الهجوم. وتعد هذه العملية الأولى منذ إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما ثم حلف الناتو إرسال قوات إضافية تقدر بنحو 37,000 جندي إلى أفغانستان.